النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، ولكن خلونا الاول نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح. كان ابرزها الاجتماع اللي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض نتائج الزياره الاخيره للوفد الوزاري المصري الى تنزانيا، كمان ايضا متابعه سيادته للموقف التنفيذي للمشروعات القوميه لوزاره الاسكان على مستوى الجمهوريه. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعلن عن بدء الترتيبات الخاصه بالافراج عن كل السلع الموجوده في كافه الموانئ المصريه. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري المصري إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالية الملء الأول لخزان سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، واللي بينفذه تحالف مصري وبيعتبر أضخم مشروع تنموي بيتم تنفيذه على مستوى تنزانيا. كمان في اجتماع امبارح تابع الرئيس فيه الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، ووجه سيادته بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم، وأكد رئيس الوزراء على بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، وإنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات اللي هيتم التحرك من خلالها بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ. امبارح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رصد التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، واللي أشار إلى أنه تقلبات المناخ المتزايدة والصراعات والتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية بالإضافة للقيود المفروضة على الصادرات، كل ده بيشكل تحديات لاستقرار أسواق السلع الغذائية العالمية. دلوقتي هناخد حضراتكم في جولة في محافظات مصر ومجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت فيها امبارح، منها ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل 274 منفذ ومجمع استهلاكي في أسوان، وإطلاق المشروع القومي لذوي القدرات الخاصة في كفر الشيخ، أيضا تجهيز 16 مركز تكنولوجي لتلقي طلبات ترخيص المحال العامة في أسيوط، وأخبار تانية كتير هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة داخل 274 مجمع ومنفذ بجميع مراكز ومدن المحافظة. في كفر الشيخ نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة، واللي هيستمر لمدة 8 شهور بمركزي كفر الشيخ ودسوق، وبيشارك في المشروع 100 لاعب ولاعبة. في بني سويف أعلنت مديرية القوى العاملة بالمحافظة توفير 100 فرصة عمل للذكور والإناث، والوظائف المطلوبة بتشمل تأمين صحي واجتماعي. في الأقصر تابع اللواء محمد يحيى كمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في جولة ميدانية تابع أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي في 7 قرى بمركز أرمنت و19 قرية بمركز إسنا، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في شمال سيناء تم افتتاح معرض السلع الغذائية المخفضة بالعريش، وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن المعرض مستمر لحد شهر رمضان لتوفير جميع احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد الغذائية المتنوعة. في أسيوط تم تجهيز 16 مركز تكنولوجي لتلقي طلبات تراخيص المحال العامة، وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن في متابعة مستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع استمرار تلقي طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة. في الدقهلية افتتح المحافظ الدكتور أيمن مختار ديوان عام حي شرق المنصورة بعد تطويره بالكامل، وقال إن تطوير مواقع العمل ومواقع أداء الخدمات للمواطنين ينعكس بالإيجاب على مؤدي الخدمة ومتلقيها. في دمياط أعلن ديوان عام المحافظة مجموعة من الخدمات اللي بتقدمها بوابة خدمات المحليات إلكترونياً دون الذهاب للحي المختص، وده لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وللتيسير عليهم.